هاد زوج ثلاثة وتابعين الأنبياء كنقول لكم آية ما تعاودش يا الحسن يا فلوس الشكرة الدار ما عرفتش عرفتني الشكرة حيت الشكرة هادي يا صاحبي خويا أنا حسيت أنا عرفتها عليها هاد المرايات والله حسيت أنا غير حيد وي راك بعيد الصراحة وأنا أحسن كدير فيها تليفونات السوالات وداكشي السوالات واحد ديال الضو ولا واحد والله إلا خلص 1500 درهم قال شي حاجة على رقم تيلا خلص ديال الضو وين جوج ورق جوج ورق يلاه الدور ما فيه جوج ورق ما فيه جوج ورق لا صافي غادي نبدل ان شاء الله غادي نكون ماشي اللي ما عجبهمش ما كتعجبوش ملي كيوصل في الدار وانا ما احسن راه خارج دخليتها لكم راه قاعد في الدار دابا كتشوفوا ليا كيشوفوني دابا كنقول لك كنت شي بوا دابا وقيلا راه صقيب عليا والله عندنا متابعين كيضربوا حتى مارا مقابل الخدامه في دار عبد الرحيم ومهم بزاف ديال سير خلص سير جيب تقضي سير جيب هادي سير راكم عارفين حسن غير في الدار كتشوفوا غير في الدار يعني مكلف بالمسائل ديال الدار ما يعني تقضي البني ديال الدار الاصلاحات عندنا هنا في الدار هو عيطا بسلامة قدورا الحاجة فلانة وراه خصو تشكرني والوراق وهادي وهادي لا كتسمي حفصة لك بنتك ما بقاش تعيد لك شي بالرسوم ياكو عطيها لك الطفوله تمتع بها هي غتمشي دابا البنت غتمشي غتمشي زيد 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 يا صاحبي بارك عليك السلام عليكم حسن سيدنا بخير حفصه امين كنت مزيان كاين شي حدا شي دار لنا اش هو فايس تاع الشرف فينا غزاله اما الحساب هذا ما تهتيش كتشرب منها كاين شي حاجه جبت واحد الخبار زوين على الرشيد اللي غيفرحك وغادي يفرح المتابعين ديالنا الكرام زوين ما زوينش هو زوين من واحد الناحيه وخايب من واحد الناحيه على اين المتابعين اش ودي دابا السؤال تتصل عليك بنتي هيا دابا المتابعين من تتبعوا واش الحسن ولا الحفصه ولا لمين حفصه كتبوا لنا الله يعطيكم الصف تاع انا تشدوا لي كل شيء ها تشدوا لي كل شيء ولا الملك غير حسن انا حسن يا سيدي الله يسلمك ولا لا تشد شويه واش مستعدين تسافروا ولا ما مستعدينش نسافروا كاع شي نسافروا والله انا غادي نسافروا في نظرك فين نمشيو والله ما نعرف ها والله ما نعرف الحج خلاص الحج مازال يعني راه بروغرامينا وانا اللي ماشي دابا حفصه ما تجيش انا صافي اخويا سيني كما راه قالنا غنمشيو لتيطون زعما نتبحرو في تنور العيد ماشي دابا لا لا رشيدة غادي نعطيك واحد الخبر زوين وانا بالنسبة ليا زوين بالنسبة ليا خايف لا لا فهمتي غيكون بطبيعة الحال غادي يكون زوين ليه انت شتي هاد الوراق اللي هاز فيك ديال ما بينهم والو زعما فين هو البوس؟ مين خاوي هنا؟ واش من خاوي الوراق بويضاني باش نعلم باش ما يبانوش للمتابعين. صافي غيقول لنا كان خايف قولوا كان. لا رشيدة عيطوا لي رجال الشرطة ديال مدينة الناظور وقالوا لي التقديم غادي يكون عندكم إن شاء الله يوم الاثنين ولهذا طلبوا لنا الحضور ديالنا باش نكونوا نمتثلوا للسيد وكيل الملك فيما يخص الكرامة ديالك وفيما يخص مجموعة ديال الحوايج فيما يخص الشكاية اللي حطينا بداك المسمى اللي بلا ما نسميها متابعينا الكرام ولهذا ان شاء الله خصنا نمشي انا وياك والحسن وخصنا نعيطوا للعائلة باش نشدوا الطريق باش التقديم غيكون عندنا ان شاء الله نهار الاثنين والحضور ضروري قالوا لي ضروري خصك تحضر ايوا واش غادي والله الا تسالات لي الهضره والله غادي خصنا نمشي ما بغيناش نوصلوا لهاد الدرجه ولكن الكرامه والشرف ديال الانسان الاعلى من كل شيء متابعين راكم لا الا عيطوا لي انا جاي من الخدمه عيطوا لي في الطريق يعني حضرتوا معايا جميع يعني الاهانات اللي تهانيت فيها وجميع الظروف اللي مريت بها مرات يعني رغبنا زوجنا يعني هادشي راه ما كيتعلقش غير بيا انا بوحدي
راه كيتعلق بالاخوان ديالي والام ديالي، راه شرف ام هذاك، راه ماشي شرفي بوحدي. يعني بلا ما تعاتبوا لي تقولوا لي لا رشيده، راه ما كنديرش شي خطبه شي خطوه بلا يعني اخبار عائله ديالي، الخوت ديالي كلهم والوالده ديالي. يعني هذا الخبر جديد سمعناه، واكيد راه غيوصل ليهم هذا الخبر ان شاء الله يا ربي. غنتصل معاهم نقول لهم شنو كاين. عينا راه الام ديالي لدرجه الرجلين باستهم له على قبل انه يسكت. يعني راه اختك ما تستاهلش هادشي اللي كتقول فيها. يعني اختك راه مجوجه بوليداتها، شنو غتقول لهذا اللي تيقول انا بغيتها تطلق على راجلها وجيت نعيشها عيشة العز؟ يعني هاد الهضره راه تقالت لخويا وتقالت لامي. اش من عيشة العز غنعيش بلا ولادي؟ غيقولوا لي ولا نديهم معايا، ولا دوك الاولاد نديهم معايا. كثرت لهم تضحك انا نديهم معايا دوك الاولاد. نعم راه تيبقاو بلا باهم، اش من حياه عندهم دوك الاولاد؟ راه غندمر لهم حياتهم وهما عارفين دوك الوليدات باهم راه من احسن الاباء، راه تيعاملوهم واحد المعامله زوينه. يعني بشكل راه ما نقولكمش الاحترام وواحد العيشه تيعيشها حياه مع ولادو حسن مع ولادو. يعني في شكل تيبغيهم من قلبو، ويعني ما نقدرش نوصف ليكم تعلق بوليداتو بزاف اكثر من القياس. اقسم بالله المتابعين، يعني غندمر انا وغندمر راجلي وغندمر وليداتي وهما اطفال صغار. كون كنشتو غير في وجه دوك الوليدات الصغار غيكبروا وغيبقاو يسمعوا، راه عندك يسحب لك راه غتمحيهم من القنوات ديالك، راه ما غيبقاوش. راه خداوهم قنوات تندخل القنوات الاخرين كنلقاو داكشي ديالك متيليشارجي. يعني كون كنحشمتي انا امي تبوس ليا رجلين وعاد غنردها لها في وجهها. اقسم بالله العلي العظيم المتابعين، النهار اللي جا التازرا عند امي، جا عندها صدفه على غفله، كانت امي عند جيرانها نهار الجمعه تغدات مع جيرانها. يعني عندها واحد الجاره صحابات هي وياها ديما عندها، وهي عندها يعني واحد الصحبه ديال في شكل ما نقول لكمش. دخل عليها على غفله صافي مريضنا ما باس، جا كيرغى امي وكيبكي عليها لدرجه دوك الجيران داخو كتعاود لي انا غير ديك الجاره ما فهمناش شنو كاين. تيقول لهم هو ما بغاش يقول لهم، تيقول لهم لا راه غير الغربه حكا شحال هادي ما شتش امي. وملي مشاو للدار تيبوس لها الرجلين، هي كتبوس له الرجلين كتقول له ها العار الى ما بعد عن اختك. راه غير هذيك انا راه غدوب فيا النص اقسم بالله. ملي تبوس لي الرجلين تقول لي بعد على اختك، راه اختك جلست معاها 3 شهور عايشه احسن عيشه اقسم بالله. راه في الختام درايا انا كانت الوالده ديالي معايا هنايا، ما قلت لكمش راه كاينه معايا الوالده 3 شهور جلست معايا امي وشافت. يعني شافت تصرفاتي انا وحسن، شافت الاحترام اللي بيني وبينه، ولو يكون بيناتنا بيني وبين حسن شي خلاف والله ما تنوصلوا لها اقسم بالله العلي العظيم. تنقول لهم امي ما تسيقش داكشي بيني وبين راجلي، امي ما تسيقش ما نغيرهاش، انا وراجلي واحد النهار غنتصالحوا. يعني كيكون واحد تفاهم بسيط، اي امراه وراجل راه كيتخالفوا في الدار. ما تقوليش لا انا راه ما يمكنش عمرني انا وراجلي يتخالفنا وما كاينش نقاش بيناتنا، ما كنبغيهش يوصل للعائله ديالي. الحمد لله هذا الزوج راه يعني الا تفارقت عليه راه غنمشي هباء منثورا. يعني راه حياتي غتضيع عندك، على عندك كيتسحب لكم الحياه هي الفلوس هي الرفاهيه هي انني نعيشها كون خرج واللباس وناكل. ما عمر الحياه كانت راه ما عمر حنات الحياه كانت بالماديات، ما عمر السعاده كانت بالماديات. راه كتلقاي ابسط الناس بساطين عايشين واحد الحياه بسيطه وعايشين السعاده، والحمد لله هكاك حنايا عايشين حياتنا بسيطه. يعني راه واخا كتشوفونا اليوتيوب والحمد لله كنربحوا ارباح زوينه في اليوتيوب، ولكن كنبقاو بديك البساطه وعايشين في ديورنا بديك البساطه. ما غتغيرناش الفلوس، وانا حياتي
ما غتكونش بالفلوس، يعني ما غتكونش بديك الرفاهيه اللي انت ناويها ناويها في دماغك. طلق نجي نعيشها عيشه العز. اش من عيشه العز؟ غتخدم فيا باليوتيوب وتعيشني عيشه العز، غنضرب فراشني وفي عائله فراشني باش تعيشني عيشه العز. يا ربي السلام، الله لا يدير داك النهار. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون نهاري قبل ما يكون داك النهار. يا ربي تستر يا ربي. اللهم سرنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض. المهم اش غادي نقول لكم؟ يا ربي تسترنا في هذه الدنيا. هذا مكان متابعين هو اللي كان خصو يستر اختو ويحافظ على الكرامة اختو وعلى الاسرار. وعلى ترى كانوا شي اسرار تكتموا انت وشكون عطاك اصلا اللي كتقول لهم؟ انا قلت للمحكمه قلت غير الحق. شكون قال لك ان عندك الحق تهضر عليا في السوشيال ميديا وتقول سواء حق ولا كذب؟ ولكن رشيدة بالله باش الا تقول لهم كنت نهضر على هاد الناس وانا غادي نعرفك نهار الاثنين حنا غنتقدموا حنا وياك ان شاء الله رب العالمين واقول لهم هادشي اللي كنقول على هاد الناس راه كنقول عليهم الحق. عندك تنكر. انا اللي بغيت نقول رشيدة باش الانسان يعرف حنا، يعني انا اللي تهمني من هاد الشيء كامل ومن هاد الشكايه كامله هو الكرامه، هو عزه النفس، هو القيمه ديالك. ماشي القيمه هي الفلوس ولا القيمه هي الذهب ولا القيمه هي الطوموبيل ولا هي الدار ولا هي المنصب. لا، القيمه ديالك هي الكرامه ديالك. ولهذا انا ما نسمحش بالكرامه ديال مرتي ولا ديال خوتي ولا ديال العيالات خوتي ولا ولا ولا. حنا ما تنتسراوش المتابعين الكرام من اجل المقابل ولا من اجل الفلوس، بالعكس رغبوا. انا نقدر الانسان اللي كيبقى فيه دابا حتى حتى بغيت الشيطان كيحضر. رغبوا خوتك، رغبات الوالده ديالك بس. لا والو، واش بحال بغيتي يلعب مع الدراري الصغار؟ رغبوك ولاد عمك اللي برا واللي هنا، وتقول في الاخير قطعتي التليفون على كل شيء ما بقيتي كتجاوب حتى واحد. يعني ما درتي وحده ولا انا نكون غادي في واحد الطريق بالغلط راه غنراجع نفسي غنقول اه يلا ما خصنيش. ما انني كيمسحني هذا وهذا 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 وهذا، يعني انا اللي غلط. انا مرني غنخرج عليك بشي هضره خايبه ولا غنسرب شي حاجه ديالك. انا راه ربي شاهد عليا، ولا غنقول اسرارك للناس. الا سمعتي شي سر من اسرارك عند الناس اقسم بالله غير الناس اللي كيعرفوك تيجادوا تيقلبوا على الاسرار ديالك تيعيطوا بالله العلي العظيم تيجيبوا على بالو راه نتي تضيع. الناس اللي تيعرفوك اللي تيجيبوا الاخبار الناس ديال القنوات اقسم بالله انا ما كنقول لشي واحد شي حاجه وربي شاهد عليا. كنقول الله سبحانه وتعالى فوق كلشي. هذا مكان المتابعين وانا غنتبع القانون ديالي ماشي غير على هذا الشخص، حتى اللي هنايا كيدعوا بالقوه بانك وكيضربوا في الاعراض ديالي. راكم عارفين اللي في سيدي عدي واللي هنا في ازرو حتى هما راه غنتابعهم قانونيا. كل واحد جاي نوبته، النوبه ديال هذا راه جايه، مره اخرى غتجي نوبت الاخر والاخرى. يعني انا ما كنسب في حد، ما كان هادي حد، ما كانت عدا غير غيره رشيده وانا غير غيره. علاش اشنو فشنو درت باش تغير عليا؟ واش وصلت؟ واش درت طياير؟ واش درت؟ ما كنعيش. شكوني مقرده الصندله ما عندك؟ الله سبحانه وتعالى اللي عطاني ماشي هما اللي عطاوني. بنادم عنده المرض شي دابا هاد المضغه باش يفهموا المتابعين. القلب مريض، القلب مكيح. هاد المضغه اللي عطانا الله فيها الحسد، فيها الضغينه، فيها الحقد. لا سموها المضغه غير تتمضغ فيها في الحسد، تحسد هذا وتكره هذا وتاكل المتابعين لان كيكون اخونا راجل وسيدي ومولاي. غنتابع القانون ديالي، المسطره ديالي غنتبعوها. كل طرف اللي هني في شرفي وفي شرف والدي وشرف عائلتي غنتبعهم. هذا كتصالحي شي نهار ابدا مع عمرك. هذا الشيء راه ما كيتعلقش غير بيا بوحدي، راه قلت لك كيتعلق بالام. يجيو الناس ويغبوك رشيده ويطيحوك على رجليك. واختي انا مزاوج، حنا مزاوجين مسامح. كاين اللي كنا كنزاوقوا، حنا اللي كانوا كيزاوقوا خوتي وكتزاوق الام ديالي. علاش داك النهار ما درتيش في حسابك؟ يعني ما بقى لي ما ندير في حسابك حتى انت. صافي سالينا، غنتبع القانون. حتى الا ما خديتش حقي بالقانون غناخذ الله سبحانه وتعالى. لان ما عمرني اذيت شي واحد ولا سبيت شي واحد. اقسم بالله هذا اللي في سيدي عدي وكيهم في الشرف ديالي كل لايف كيديروا المرا ديالو. اقسم بالله الا في عرس نحسن دخلتها حليت لها الماريو ديالي. اقسم بالله العلي العظيم حليت لها الماريو ديالي، قلت لها لبسي بيع جبد وتنصر عيني في الشرف ديالي. وانا مرا بحالي بحالك، يعني مرا كدق في مرا. انا واحد من المقترحات اللي ما بغيتش تخليها لعقلي
هو انه الانسان تيسبك وتيمرمدك في سميتو تيهضر لك الكرامه ديالك والسمعه ديالك وفي التالي تنوض مثلا اعطي احسن حاجه ديالك. وفي القضيه السي حسن وفي القضيه راني دخلت اللي كيدعى بانه الخال ديال مرتو كيدبع الخال وكيدخل في اللايفات عند هادو اللي في سيدي عدي يعني كيتهمني شي تهم اللي هي خطيره. حتى هو راه في القضيه غيدخل في القضيه. شوف هذيك كتبقى مساله قانونيه. شوف غير باش يعرفوا تلعين السيد وكيل الملك المحترم وغادي يدير الاقوال ديالنا ان شاء الله. السيد ما عندوش صفه بالخال نهائيا. شوف الابار هاد الناس كاملين راه اللي الدم رشيده ابار هاد الناس اللي تيهضروا هذوك ما عندنا غير فيهم. كل واحد ياخذ الجزء. لا خلي هذوك ابار راه اللي الانسان هو خوك. هو خوك متابعينا الكرام. هو الاخر راه شنقول لكم راه السند هو راه خصو يكون السند ديالي. الا ضريت من هاد الناس راه هو اللي غيدافع عليا. وبالله عليكم غادي نتواجدوا حنا وياه عند السيد وكيل الملك. دخلنا عليكم بالله واش ماشي عيب وعار وعار على المجتمع ولا حتى في الاسلام ديالنا ما كايناش هاد القضيه دي. ان اختو وغندخل انا كنسيبو وغيكون هو ومرتو وامه واخوه معايا وغادي نتواجدوا عند السيد وكيل الملك. ماشي عيب وعار صاحبي. ماشي ما فكرتش هذا النهار هذا يا صاحبي. وغدا من غدا غادي ينوضوا ناس وغيقول لكم لا واه نتصالحوا معاه لا واه غيديروا له لا واه غلط لا واه ما كانش هو هذاك. كيدير المتابعين الكرام هذا الصلح اللي غادي يدي. انا راه خوتي يا حسن اقسم بالله كيدير هذا الصلح هذا. واش انت واش نقدروا نكونوا نسمحوا في 40 مليون 50 مليون ديال الخساره ما عندنا غلط. ولكن مساله كرامه مساله ديال كرامه مساله ديال سمعه تبقى مسجله عليك. يلا راه نقدر نقولوا ضربتنا شي زنفه رابعنا وشرينا تنخليو 40 مليون 50 مليون شي خطر من جيبنا وما تبقاش فينا. ولكن الانسان باش يهينك ويهلك الزوجه ديالك ويتهمها بان عندها ولد وان دوزات الحبس وانا وفي التلاسل انت سامحه حماح مريض ما عليه باس واجي نديروا الحفله ونديروا صداقه ونزغرتوا ونتعانقوا. يا شنو فين هاد العبره؟ فين غدا غيقول لك واحد اخر بقى يسبك غدا غيقول لك اش غيقول لك وانت هذاك ما سبوا لك مرتك وانتي دغيا سامحتي الخور مرا كاع. يعني راه علاش ما بغيناش نزربوا؟ راه تقريبا شي 6 شهور حنا تناكلوا العصا ولا 8 شهور عاد خدينا هذا القرار ديال الشيكيه باش يعني وانا ربما يحبس ربما هاد المصيبه كحله سلطوا علينا الله دابا يدير. ولكن المتابعين الكرام شنو هاد الشيء يعني كثر هاد الشيء. ولهذا نهار الاثنين ان شاء الله غادي نكونوا امام المحكمه ديال مدينه الناظور مع الساعه 9 صباحا ان شاء الله. اللي بغى يشوفنا وبغى يتعرف علينا يجي عندنا راه غادي نتواجدوا مع هذا الانسان والمسطره غادي ناخذوها وغادي نديروا المحامي ديالنا حنا سواء يعني هذا الانسان مشى يعني للحبس ولا ما مشاش ولا حنا الحق ديالنا ما غنسمحوش فيه. علاش المتابعين الكرام؟ لان الكرامه فوق اي اعتبار. ما يجيش غدا واحد يقول لي هذاك راه نسيبك ولا هذاك راه خو المراه غتبقى العداوه. هذه العداوه غير خليها تبقى اللي غادي اللي غيصطم عليا وما يحترمنيش وما يعطينيش القيمه انا وغدا من غدا نقول له احكاك التنازل شي بس ما كان. ماشي معقول هادشي. راه الدين ديالنا راه ماشي معقول. ما تقولياش التسامح من رجال الكبار من الكبار ومن هذا ومن الشيب. لا متابعينا الكرام راه كاين التسامح التسامح. راه واحد يوميا تيدير عليك لايف فيديو يوميا بشكل يومي فيها هدرت رشيده فعلت اختي وهذا مزير غانا اختو وراه الخا واحد الدنيا صاحبي الخا راه غانا هي راه واحد راه كلها نفسي كله غيقلب على راسو. واش ما تتخممش لهاد الشيء عاد دابا تتهضر وانت قلتي تاهي طليغ وانت ما القنابيل وانا القنابيل مع اختك هذه هي الرجله. انا ما يحتاجش عبرتي على الرجله ديالك بالطريقه ما تنبغيش نهضر بهذا الموضوع بهذا القانون الزوينه ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. ما يحتاجش انا نهضر ولا نقول شي هضره للسيد الوكيل يعني لي فيديو ديالو راه غيهضروا عليه راه. كنتي تقول لهم هما هذاك حنا اللي جبناه. الا كان شي فيديو في قناتنا ولا في شي قناه اخرى وانا خرجت كنهضر في خويا ولا كنسب خويا ولا كنضرب في الاعراض ديالو انا نخلص الحق ديك الساعه انا نستاهل ديك الساعه الحبس ماشي شي واحد اخر. اللي مغلوب اولدي مغلوب اللي مغلوب من هذا الشيء كلشي انا الخوت ديالي كيقولوا لي لا سمحتي راه ما عمرك الوجه ديالنا غتشوفي الا تنازلتي غير داك الصحت اللي دام لامك الا تنازلتي على حقك راه ما عمري يعني راه هما واقفين معايا
معنويا على بالو هو صافي هو راه دمرنا صافي هو على بالو صافي حصلنا دابا على بالو هو بلاتي حصل رحمه دابا على بالو هو صافي حنا مشينا في الهاويه اش ندير قناع هو الناس وقناع المتابعين حنا راشده ما مزياناش شوف انا نقول نقطه واحده راه حنا شي رشيد يكون اللي بغى يكون فيها اللي بغى يكون وصفها كيما بغيتي توصفها تتلقى مراتي وتنبغيها وتنحبها وتنعشقها فهمتيني يلا وانا كذلك الحب الحب ديال الله ماشي شي حب يعني زنقاوي الحب ديال الله بيناتنا وليدات وبيناتنا معشره وبيناتنا انت يا صاحبي ما راعيتيش وانت عاسرتي اختك اكثر مني وانا غير ولد النجيت غير البارح وديتها وانا محافظ عليها انت اللي تحافظ على اختك ولكن للاسف الشديد بيناتنا يوم الاثنين ان شاء الله في المحكمه ديال الناظور وغنشوفوك السير باقا السير يطلع والله الا المتابعين انت انا كنبغي نشوف انا راني تنبغي نعيش معاه اي عيشه سواء انا ماشي الفلوس اللي جا معانا ولا شي حاجه ولا شي حاجه الماديات اللي جا معانا واحد الاحترام بيناتنا واحد الموده بيناتنا وربي رزقنا بواحد جوج وليدات يعني ما نرجع والله ما عرفتش علاش هذا الحصان كيعص طبيعي المتابعين ما طبعا علاش كيقلب والله العظيم مش غادي نقول لكم المتابعين راه ماشي زعما ماشي كنشكرهم حيت عائق إلتي ولا والله الا هاد العائله من اطيب خلق الله اقسم بالله والدليل على هاد الشيء اللي دار لي خويا ها نتوما تشوفوا وكان ما لقيتهمش هما شكون يلا شكون عند من غرض برا خصوصا هذه النصيحه خوتي والله غتمشي تخدمي عليه صافي دابا عليه والله هذه كتا واش راجل كيتسنى المرا تخدم عليه ولا بغات تخدمي عليه شوف ابو حسان شوف الحمد لله شوف هذا الزمن ديالنا اختي حفصه راه كاين كيتعاون ما بين الراجل والمراه داكشي اللي كاين الزمان صعاب كيتعاونوا الداخل وبرا بجوج الماديات صعاب وباش تحققي الاماني ديال وليداتك وديالك راه صعيب راه تخدم المراه والراجل الحمد لله ربي وفق فينا وحبب فينا الخلق ديالو وحنا كنديروا غير اليوميات ديالنا ما كنديروش شي حاجه لعيب ولا لعيب ولا كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا ما كنضربوا في حد ما كنضربوا في اعراض حد ما كناديو لحد ما الحمد لله ربي بغانا هادشي اللي كاين متابعين ديالنا شوفوا كيف طاجين اجي شويه طويله اختي راه دابا لا مازال ما طابش لا لا قريب يلا بقاو معنا حتى غير الشويضه ديالها غندير شي شويه شليضه خيار ومطيشه متابعين ديالنا والله يحفظكم ونتمنى ما تاخذوش مني واحد شي موقف خايب انا كتجيب الحسن حلويه النصيحه ديالكم صبرت انا والله الا صبرت يا ما بكيت ليالي وانا كنبات فايقه وكنبكي كنقول يا ربي تاخذ الحق يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي تهز عليا هذا الباطل واني في الاخير صافي وصلت بيا العدم ارتجت القانون واللي دارها القانون مرحبا به الف مرحبا هذا الشيء كاين اختي رشيده وصلي رجعوكم بعد الحين طاجين شلاطه ومناظره في الجو والسويله راه هاي قطعناها اش بالكم الانسان اللي بقات ياكل غير بشويه والله حتى تشبع واش نزيد لكم الاخرى شحال من حب جوج حبه ها جوج الحسن سميت ثلاثه ها جوج الحسن لا ما غيكفيكش ثلاثه جوج الحسن جوج رشيد جوج حسن جوج دراشين جوج ديال جوج حنان جوج ملك جوج انس كيطيو وحده الحسن وحده الحسن وغالبها صافي بغيت تكون اخرى نزيدها لكم راه كاين باقي الخير خلي عاوتاني داكشي اللي كاين المتابعين ديالنا يعني من الاحسن الديسير بقاو تاكلوا قبل الماكله حنا كنديروا واحد الخطا الكبير كناكلوا الديسير انا بعدا شخصيا في القاعده الا تناكل بعض المرات كنت ناكلو ملي كناكل واحد من الديسير تحل لي الشهيه تنعاود ناكل كتبقى تاكل راه كان الدكتور نبيل العياشي في العرس ديالو سبق لهم الديسير ما عرفتش ما عرفتش ما شاء الله الديسير ديالنا فين ما كانوا لا لا كولي عاد وسيري ما بقاليش قريب الخبز سيري وكتاكلي معليش
عندكي غير ساعه صافي غتلاقيه مع هواج صافي تقول لي شكلي متابعين ديالنا العزاز حنان داخله دابا مع جوج عندها ساعه ديال القرايه حتى الثلاثه وان شاء الله غتجي تغدى معنا واللي تيسول حنان راها معنا بحكم عندها شويه ديال الزيام مع الستاج مع القرايه المهم اخر سنه استنى راكم عارفين ان شاء الله باش نشدو الطريق باش نباتو عند الوالده ديالك نهار السبت باش نبقى نكونوا صباح كري ان شاء الله مع ديك 8 صباح حتى نكونوا حاضرين في الشمال وطبيعه الحال المتابعين الكرام هذه المره غنديو معنا حصه انا ندير حصه ان شاء الله ان شاء الله نجي معاكم نجي معاكم اختي علاش لا ان شاء الله ملي شي واحد يجي يقول لي غدا عافاكم الله يجزيكم بخير الصلح خير الصلح خير هنا الصلح عنده حدود راه ما بقى الصلح المتابعين الكرام ولو ما ناخذوش حقنا من هذا الانسان غناخذوا حقنا غدا عند الله سبحانه وتعالى لان هذا الانسان وكنت انا دري صغير وجيت على بنت الناس صح والله انت غتكون ليها انت والله انت ما كنتيش تاب ولاد غتكون ولاد الناس كرا انا بعض المرات كنكون جالسه بوحدي تنقول كون كنسمع هذا الراجل نسمع الهضره ديالو وداكشي اللي كيتقال عليا والاتهامات الخطيره كون كنسمعو وناض وجرى عليا وطلقني على جوج ولاد يعني راه صعيب المراه تطلق الوليدات راه اصعب حاجه وانها المراه تطلق بجوج وليدات حيت المسؤوليه راه ماشي سهله راه باش اختي رشيده ربي غينصرك ان شاء الله باذن الله والطيبه ديال القلب ديالك والله العظيم والكرامه ديال اختك انت اللي تحافظي عليها ماشي انا ولكن ولا العكس صحيح ولهذا رشيده يوم الاثنين مع الساعه 9 حنا نمشيو قبل باش نشوف المستشار مع المحامي باش ندير المحامي نطلب المحامي ان شاء الله وغادي نديروا مسائل قانونيه شوفي انا عارف ان القانون في هذه المسائل يعني راه قال لي واحد المحامي استشرت معاه قال لي راه غادي القانون تيتشدد فيما يخص هادشي ديال التشهير والسب والقذف كاينه كاينه كاين حريصه متابعينا الكرام على فم واحد باش يقول هادشي اللي حطا كشي اوديوات ولا راه من خمس سنين الفوق عندهم باش ما تدخل عند شي تكون عندك شي مسطره خايبه فيما يخص هاد المسائل وتلقى شي عقوبه قاصحه وغادي تفاجئ وما ينفع حتى واحد يعني فمك هو اللي مسافر كما تنقولوا حنايا ولهذا الانسان يكون حريص ويحاول يعني يبعد على السب والقذف راه ماشي ديال كل المتابعين عندي واحد المحتوى نقي واحد المحتوى زوين نبعدوا على الاعراض نبعدوا على التشهير في عباد الله راه ماشي هذا هو المحتوى ديالنا ولهذا نتمنى من الله تعالى وتبارك نهار الاثنين يعني نكونوا حاضرين ونديروا المواجهه حنا وهذا السيد وغنشوفوا كان تيسنى شي حاجه نعطيوها له قدام السيد وكيل الملك هذا ما كان الا رشيده وانا معك في الشده وفي المحنه وفي الرخاء وفي اي حاجه انا معك انا بجنبك ولكن باش غادي نثيق الهضره ديالو ولا غايقول لي ولا غايقول لي غيره ولا كذا وغادي نطبق داك الشيء على مراتي على ولادي ونأزمهم نفسانيا والله داك المره ما عمرك تفرح بها ولكن اللي بغيت نقول لك كون راجل ما تكونش مغلوبه صاحبي ما تبقاش تسمع وما تبقاش مرتك تجاوب عباد الله في التليفون جاوب انت اللي جاوب خوتك انت هضر معك فيما يخص العائله وهذا ما كان هذا اللي غادي نقدر نقول لك والكلام ديالي هو نهار يوم الاثنين ان شاء الله رب العالمين الا كان صراحه الا كانت من عند الله مرحبا بها ولا كانت من عند العبد الله ياخذ قال لهم قال لهم غير الاخ بوزمع تحيه لخويا بوزمع العائله قال لهم دابا نتصالحوا دابا ترجع الامور الى مية الى مياهها الى مجاريها شوف احنا ولدتنا كرش وحده ما عمرك غترجع لقلبي ولو تنطب سمع على حيت جرحتيني واحد الجرح شتيها البراني وخا تيهضر البراني ما عنديش فيه الغرض انت راه كتسمع البراني كيهضر كان عليك تقول له ما ودي هذيك اختي راه ما خصكمش تقولوا فيها هذيك راه تحاربهم ولكن انت جرحتيني كيتبدد هما كيهضروا بك كيتبددوا كيعجبوا العالم جرحتيني بشي حوايج يا ريت كون كان قلتي غير داك الشيء اللي كاين راه وصفتيني بالافلام المكسيكيه ولا خلود خلود قال لك مزيان وصفتيني بشي حوايج خلود وحده اخرى ما عرفتش كيقول لها غوادالوبي ولا المهم بزاف الحوايج بركه داكشي كلشي راه في القلب داكشي راه في القلب وين ما تحيدش صافي تنتغدى ان شاء الله